بكم مشاهدينا في المناظرة اليومية. بعد أكثر من 3 سنوات ونصف ورغم تبرئته من تهمة القيام بعمل وصف بالإرهابي من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا تزال قضية مقتل المربي يعقوب أبو القيعان تثير الجدل بتفاصيلها في إسرائيل. فرغم رفض عائلة أبو القيعان اعتذار نتنياهو وجهاز الشرطة على الحادثة التي أدت إلى مقتله برصاص عناصر الشرطة بالتزامن مع اقتحام قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف في النقب، تواصل أصوات شرطية إصرارها على أن أبو القيعان نفذ عملية دهس ضد أفراد منهم أثناء تنفيذهم أوامر للهدم. حادثة يوجه فيها قسم التحقيقات الإسرائيلي أصابع اتهام إلى الشرطة بإخفاء أدلة وعرقلة التحقيقات في أحداث أم الحيران. فهل تستغل الحادثة في تصفية حسابات داخلية بين أجهزة إنفاذ القانون في إسرائيل؟ ولمصلحة من تصب هذه المساعي في قلب الحقائق حول الحادثة؟ وهل ستأخذ العدالة مجراها بعد تبرئته من قبل نتنياهو؟ لنبدأ المناظرة. ضيفي في هذه المناظرة المحلل السياسي الإسرائيلي جولان بروم، أهلا بك. والترحيب أيضا موصول إلى رجل الأعمال وقريب المرحوم يعقوب أبو القيعان، أهلا بك أستاذ يعقوب. ودعني أبدأ في هذه المناظرة مع سيد برهوم. اليوم المفتش العام السابق للشرطة قال وأكد أن أبو القيعان نفذ عملية دهس. لماذا هذا التناقض في التصريحات بعد أيام على اعتذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هذه الحادثة؟ فلماذا هذا التباين؟ بدون شك أنا التباين موجود، التباين دائما موجود. كانت معلومات مغلوطة. أعتقد نحن كنا هون مع بعض قبل سنتين ربما أكثر، كانت غلطة، هذا يؤسفني، لكن المهم هو الاستخلاص، المهم هو الرؤية تجاه المستقبل. طيب ماذا نريد؟ نريد إزاحة الوزير أردان؟ الوزير أردان غير موجود اليوم في الحكومة. نريد أن نقرب بين الجمهور العربي وبالذات الجمهور العربي البدوي الكريم في النقب وبين الحكومة الإسرائيلية، الوسط العربي والبدو في النقب، ولو إذا هناك بناء غير مرخص هم غير عدو أو أعداء إسرائيل، وطبعا الشرطة الإسرائيلية خصوصا هذه الأيام هي غير عدو للوسط العربي وللبلدات في النقب. كان تصريح معين، أعتقد أن هناك شجاعة من قبل رئيس حكومة إسرائيل عندما هو اعتذر، كانت معلومات مغلوطة، هذا يؤسفني، هذا يؤسف كل مواطن في دولة إسرائيل. حان الوقت أن نقرب بين الشرطة الإسرائيلية والوسط البدوي. طيب أستاذ أبو القيعان، تقارير إسرائيلية اليوم كشفت أن كان هناك محاولات من المدعي العام الإسرائيلي السابق بإغلاق ملف تحقيق مع ضد المفتش العام السابق روني الشيخ، فهل ترى أن هناك محاولة لربما إخفاء حقائق في قضية المرحوم أبو القيعان، ولمصلحة من تأتي هذه إخفاء هذه الحقائق؟ طيب أولا يعني بقول انه هاي كانت غلطه، يعني قتل شخص بدم بارد احنا بنطلق عليها، انتم بتطلقوا عليها اللي هي القوات الاسرائيليه الشرطيه انها غلطه. طيب كم غلطه صارت؟ هاي غلطه مكشوفه قبل عده ايام، ما كانت غلطه في هذا المكان والتوقيت. انا وياك كنا في مناظره وحكينا على الموضوع، وأنا قلت لك إنه يعقوب أبو القيعان قتل على إيد الشرطة
بدم بارد وهو بريء. كما قتل شرطي إسرائيلي. أي دقيقة. أنا أضيف أيوة معلومة تضيف. معينة. أيوة. قتل يعقوب. مهمة. مهمة. قتل يعقوب أبو القعان على إيد الشرطة بدم بارد. ويعقوب أبو القعان هو ليس إرهابي ولا داعش ولا أي شيء. وفي نفس الوقت عندما تحدثت في هذا الموضوع أنت والحكومة الإسرائيلية والشرطة والشيخ قالوا لا هذا عمل إرهابي وهو مخرب وعليه تم إطلاق النار. طيب اليوم انكشف يعني ذاب الثلج وبين المرج. فاليوم بين أنه يعقوب أبو القيعان هو لم يكن مخرب ولم يكن إرهابي ولكن كان في غلط زي أنت ما بتقول السبب. نعم. ولكن أنا الرئيس. الرئيس الرئيس الرئيس. طيب ماشي. قال رسميا ذلك. ماشي. طرف. ماشي. لماذا قلنا اليوم أن في غلط؟ لأن في حقيقة انكشفت بين إنه انكشف إنه في غلط. طب كم واحد زي يعقوب أبو القيعان قتل؟ أنت والشرطة 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 لم تكشف الحقيقة. لا أنت تعمم بين أبو القيعان واحد. هذا يخوفني. لا 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 لا. أنت تعلم جميع لا لا لا. القوات الشرطية. الشرطة الإسرائيلية أو كل الشرطة الإسرائيلية كانت عملية معينة في مكان معين. الظروف كانت قاسية مأساوية. أنا متعاطف. أقول ذلك صراحة بشكل مكشوف بشكل واضح هنا في هذه المقابلة. أنا موافق مع الأخ مع الأخ الكريم لكن كتير مهم أن لا نعمم ونقول باللون واضح باللون واحد ونسود وجه الشرطة الإسرائيلية. لماذا تأخر اعتذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لثلاث سنوات ونصف؟ يعني البعض قال إن هناك محاولات لقلب الحقائق وهناك أيضا محاولات لتلبيس إن صح التعبير المرحوم بأنه كان منتسب لتنظيم دولة داعش. انظري الظروف تغيرت بدون شك. الظروف تغيرت كان حاجة بالتأكد. ربما أنا غير ناطق رئيس حكومة إسرائيل يريد أن يتأكد. أنا أعتقد عندما هناك اعتذار رسمي لماذا لا نستغل هذه الفرصة لكي نستخلص من هذه العملية المأساوية؟ ماذا نريد اليوم؟ كيف له أن يستخلص اليوم؟ قائد الشرطة يقول ويؤكد أن أبو القيعان قام بعملية. يعني هناك نفي لاعتذار نتنياهو في هذا الخصوص سيد. أنا أقول لك حاجة يعني موضوع اللي أنت بعيد كل البعد عنه. يعني أنا ما شفت في أي دولة متقدمة في العالم وإسرائيل يعني أول دولة في العالم هي من اختبرت وأنشأت السايبر في العالم. هي الدولة الأولى في العالم تقوم بعد هذا الحادث بساعة واحدة بنفس التوقيت وتطلق عليه مخرب وإرهابي. انظر. ولم تقوم بالتحقيق وبملابسات الحادث ولم تقول بفحص الامور ملحظة. وانما يعني تقول هناك سرعه في اتخاذ القرارات. دوله اسرائيل اريد ان اذكر الذي تخوف دوله اسرائيل واحدة. دوله اسرائيل العظمى معلوم. التي تخوف السوريين والعراقيين والايرانيين واللبنانيين وحزب الله. نعم. لم تقوم بنفسه بفحص حادث صغير بفحص حادث صغير في أم الحيران كانت غلطة. أنا قلت ذلك. ماذا يقول مفتش الشرطة؟ ماذا فعلا المجنون الآن؟ المسعور الشيخ وقتل وقد قتل شرطي إسرائيلي. لماذا أنت تنسى ذلك؟ طيب كانوا هناك شرطيين إسرائيليين تعرضوا للخطر. طيب كانت الظروف الشرطي الإسرائيلية كان ضائع. من عرض للخطر؟ من عرض الشرطة للخطر؟ القوات المسلحة. أنا أعتقد القوات المسلحة واليمار والشباك وكل القوات العليا المهام. اليمام يدخل. يدخل على هذا الملف قد انتهى. لا لسه هناك مطالبات بفتح التحقيق مجددا. الآن هو بدأ
وليس انت. ماذا تريد فعلا؟ أيوة. لماذا تسيس هذا الموضوع؟ ماذا تريد فعلا؟ قطر سياسيا رئيس حكومة إسرائيل النيابة الإسرائيلية؟ أنا موافق، آسف، دولة إسرائيل قتلت شخص بريء وبتقول لي ماذا تريد بعد قتلت قتل نفس. نعم سيد كعب، أنا موافق. الذي حرم الله قتله، لماذا بعد؟ أنا موافق. لا عندك حق ولا عندك كرامة ولا عندك لا إيه. أنت تعمم وأنت تقول أعمل. كل حكومة إسرائيل كل المؤسسات الإسرائيلية ألا يجب أن يقترن اعتذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعملية إسكات لربما الاتهامات التي توجه للمرحوم بمثلا انضمامه لتنظيم الدولة؟ ألا أولى أن يسد هذا الباب باحترام مشاعر الميت الذي أقر رئيس الوزراء بأنه ارتكب خطأ بحقه منذ 3.5 سنوات؟ لا أنا موافق، لكن انظري نحن ما كنا في سنة 2020. دولة إسرائيل ارتكبت جريمة كبيرة، دولة إسرائيل في هذه في هذه النقطة عملت غلطة. دولة إسرائيل ما فعلت حسب الأصول. دولة إسرائيل غير كل دولة إسرائيل. طيب في عملية معينة. طيب لا ننسى أن داخل الشرطة الإسرائيلية هناك عرب، هناك عرب مسلمين، هناك عرب مسيحيين، هناك من الوسط البدوي. أنا أقول ثالثا، طيب هذا الأمر يخوفني عندما أنت تقول دولة إسرائيل ارتكبت عملية. نعم صحيح. دولة إسرائيل الشرطة في هذه النقطة موافق. الشيخ في هذه النقطة الشيخ غير موجود اليوم، القائد العام في الشرطة الإسرائيلية الشيخ وإردان. إردان أنت بتقول اليوم إردان لم يكن لم يتواجد في الحكومة الإسرائيلية. سفير إسرائيل يعني بيقول لم يتواجد في الحكومة الإسرائيلية وهو الآن يجلس على هرم الولايات المتحدة كسفير إسرائيل. هو غير موجود جنب طاولة الحكومة. على إردان هو يمثل أن يذهب إلى البيت. على الإردان أن يذهب إلى البيت. أنا أكمل إصرار الشيخ اليوم وبعد اعتذار نتنياهو على اعتبار أبو القيعان أنه نفذ عملية. ألا تعتبر أنه لربما دم أبو القيعان يذهب مع التصفيات الحسابات الداخلية في جهاز الشرطة والتحقيقات الإسرائيلية وجهاز الأمن الإسرائيلي؟ احنا بنحكي على إنسان قتل، ما بنحكي على فرخة دجاجة، بنحكي على إنسان قتل على يد أفراد شرطة بدم بارد، لم يرتكب أي جريمة كانت تم إطلاق النار عليه وتصفيته. قتل يعقوب أبو القيعان مرتين، المرة عندما أطلق عليها النار، والمرة الثانية عندما ترك 6 ساعات ينزف في السيارة، 6 ساعات ينزف والشرطة تنظر إليه وهو ينزف ودمه يسيل على مسؤولين ودمه يسيل. على من نقول كانت غلطة؟ أنا موافق. لا فقط غلطة، قصدي لا، هناك مضامين، هناك مضامين وراء هذه الكلمة وراء هذا المصطلح، يعني غلطة، هناك مكان للاستخلاص للاستنتاج، هناك مكان للتحقيق. انا اريد ان اقول نقطه معينه، اريد ان بحب ان اعلق على هذه النقطه بالنسبه لأردان. طيب الوزير أردان في اعتقادي احسن ان يقول بسبب الظروف، بسبب الادله، والادله هي واضحه، يتخلى على كرسي في الأمم المتحدة أو في الولايات المتحدة. لكن قضائيا من فضلك، أنا لصالح الأخ، لكن قضائيا لا يوجد قانون معين أن يمنع ذلك. طيب يمنع ماذا؟ يمنع وجود أردان في منصب حكومي ويمثل حكومة إسرائيل. أنا موافق في هذه النقطة، حتى لو في فتحة قضية ووجهت أن أتقدم إلى الشريحة الثانية. طيب أنا أريد أن أتقدم، أنا أريد أن نفحص طرق كيف نحسن الظروف، الوضع بين الوسط البدوي والشرطة الإسرائيلية. هل أنت تريد ذلك؟ طب سيد سيد جولان، والله شر البريه ما يضحك. أنا أريد ذلك، وأنت يعني لليوم يعني لم تعترف، الشيخ وأردان لم يعترفوا حتى اليوم
أو رئيس حكومة إسرائيل. رئيس حكومة إسرائيل الذي موجود في قمة الهرم، مشغول باتفاقيات سلام أو ما اتفاقيات سلام، في جائحة الكورونا وطرف، وكل احترام لرئيس حكومة إسرائيل، هذه الشجاعة. طب اعترف، من الذي سيتحمل ذنب المغدور؟ يعني هل ذهب دم أبو القيعان مع تصفية الحسابات الداخلية داخل الشرطة وال... أنت تعرفين ميولي، وميولي معروفة، أنا غير موافق مع القائمة المشتركة، أنا في واد وهو في واد. لا 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 لصالح إلى هذا الموضوع، لصالح الآخر. لا أنت تريد، أنت تريد التهرب من الجريمة والذهاب إلى المشتركة. لا لا بالعكس، لا تخلط الأوراق. دعنا نسمع وجهة نظر. في هذه النقطة معروفة. لا لا في هذه النقطة، لا أنت تتهرب من قتل يعقوب أبو القيعان. بالعكس، وأنا أريد أن أقول بالعكس، لكن هو بدون مقاطعة. الموضوع ليس المشتركة. لا أنا أريد، أيوة شو جابك للمشتركة؟ أنت بتروح تدور على، لا لا بالعكس، أنا أريد أن أكمل كلام الأخ. أيوة كمل كمل. أقول ثانيا ألف شكر. ميولي معروفة في نقاط كثيرة عديدة، أنا في واد والكائمة المشتركة في واد. طيب، وكل ما يخص لطموحات وطنية أنا غير موافق مع المشتركة. وعندما القائمة المشتركة تستغل هذه العملية المأساوية، أنا غير، خليني أكمل، أنا غير موافق معها، لكن هناك مكان أنا موافق بالنسبة لهذه النقطة أن نحقق لجنة تحقيق. طيب، لجنة تحقيق، وأنا موافق، أنا موافق، أنا موافق، أنا غير موافق مع القائمة المشتركة. القائمة المشتركة تستغل، طيب، هذه العملية، تستغل هذا الحادث، تستغل هذه العملية مأساوية بدون شك، وتسيس هذه الأمور عندما نرى، طيب، في النقب علم فلسطيني، علم فلسطيني. طيب، أنا معك، غير المشتركة معك، أنا معك، أنا أريد تحقيق دقيق فقط لهذا الموضوع، وإذا هناك متهم فهو يكون محبوس. طب ما الذي سيترتب عليه الإلغاء؟ المشتركة، المشتركة هي تورط الأمور وهي تسيس الأمور. شو جاب المشتركة؟ أنت تهرب من السؤال. لا أنا فقط قلت تهرب من الجريمة اللي دولة إسرائيل أشرح ثانيا ارتكبتها. أشرح ثانيا لكي أكون واضح أن في هذه النقطة المميزة أنا موافق، المميزة الاستثنائية في بعض النقاط. ما الذي سيترتب عليه اليوم؟ ما الذي سيترتب عليه اليوم إلغاء فتح تحقيق في هذه الحادثة؟ وهناك الحديث عن تضارب مصالح داخلية وراء قرار إلغاء هذا التحقيق في هذا الملف، وهناك تصفية حسابات داخلية ما بين الشرطة وجهاز التحقيقات الإسرائيلي. انظري، في السنوات الأخيرة نحن نرى تفكير جديد من قبل اليمين الإسرائيلي. اليمين الإسرائيلي يقول أن لدينا مشكلة مع النيابة، نحترم النيابة، لدينا مشكلة معينة مع الشرطة الإسرائيلية، نحترم الشرطة. طيب، لكن القصد، النية التي كانت في النيابة أن لا نريد أن نطهر أو نكشف الحقيقة. طيب، لماذا؟ هذا يؤسفني أنا. لماذا دولة إسرائيل؟ غير دولة إسرائيل. دولة إسرائيل. غير دولة إسرائيل. الشرطة مش الشرطة دولة يا جماعة. الشرطة دولة إسرائيل. مؤسسة الشرطة. أذرع الثانية، يعني الذراع المنفذ للحكومة الإسرائيلية. والحكومة الإسرائيلية. من ينفذ الحكومة؟ أيوة. لماذا؟ الشرطة تنفذ ومن يقرر؟ من ينفذ ومن يقرر؟ طيب، من الذي ينفذ؟ هناك منفذ وهناك مقرر. طيب، من نحكي منه؟ انا بسألك سؤال، من الذي كشف المستور؟ القناة الثانية عشر، صحيح؟ ايوه، القناة الثانية عشر هي من كشفت جريمة الشرطة. جريمة الشرطة نفذت وكان بيد الشرطة. يعني 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 تغير او تبدل المدعي العام، وبعد المدعي العام بسموه البركلتوت، النيابة أجت كمان اللي هي الاسمها هاي مطرح المدعي العام السابق،
شاهدت الملف يعقوب أبو القيعان على الطاولة وطلبت يعني حطوه على جال وانسوا الموضوع منه، ما شفناه ولا بنعرفه. في جريمة، كان للتعديلات بالنيابة غير على يعني يعني, يعني لولا القناة فئات معينة داخل إسرائيل لولا تقول هناك مكان للتعديلات داخل النيابة الإسرائيلية. سيد يعقوب، هل إعادة النظر في فتح هذه القضية سيكون مرضي لعائلتكم؟ وهل هو يشكل بديل ربما لتعويضكم عن هذه السنوات الثلاثة والنصف السنة ودم أبو القيعان؟ أي هو الميت يعني يعني المرحوم بيتعوض عندما قتل بدم بارد و يعني بقي في السيارة 6 ساعات وهو ينزف، وحسب تقرير الطبي في أبو كبير قال لو تم إسعافه خلال يعني الربع ساعة أو 20 دقيقة كان قدروا إنهم يعني ينجحوا بالحياة، يعني يكون على قيد الحياة. ولكن للأسف الشديد حتى الشرطة منعت سيارة الإسعاف بالدخول وفتح باب السيارة عليه، وطلبت من كل الموجودين وتحت القوة المسلحة بإبعاد جميع من كان في المكان كي ينزف ويموت. لماذا؟ لماذا الشرطة منعت الجميع من الاقتراب إلى السيارة؟ لأن الشرطة أدركت أنها عملت غلط، وأن الشرطة أدركت أن يعقوب أبو القيعان غير مذنب. لذلك يعني 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 حبوا أن يموت بالسيارة حتى كل الأدلة تكون الأدلة مستورة وغير مكشوفة. واليوم الشرطة الإسرائيلية متهمة، الشرطة الإسرائيلية التي تحافظ على الجمهور، التي تحافظ على البدو وعلى العرب وعلى الجميع، ماذا تريد أن نعمل اليوم؟ جميع المسؤولين الذين ارتكبوا قتل يعقوب أبو القيعان أن يقدموا استقالتهم. أنا بدي أسألك سؤال، من ارتكب؟ بس دقيقة واحدة، هو متهم. أي دقيقة؟ غير المؤسسات الإسرائيلية، غير دولة إسرائيل. من ارتكب العملية؟ نحن كعائلة. من قام بالعملية؟ نحن كعائلة أبو القيعان. نحن كعائلة أبو القيعان لديكم حق، لدينا أول إشي كل الحق بدون شك، ونحن نحمل المسؤولية على كل مسؤول كان في دولة إسرائيل. كل مسؤول نحمل المسؤولية الكاملة. اليوم حاجة واحدة صارت قبل يعني نص ساعة، ليتسمان عندما قال إذا بيكون إغلاق على دولة إسرائيل سوف أقدم الاستقالة، قدم الاستقالة. فمن قتل يعقوب أبو القيعان عليه تقديم الاستقالة، وأردان يرجع من واشنطن إلى تل أبيب. سيد يعقوب، هناك مكان، لا فقط هناك مكان للاحتجاجات، هناك مكان للحراك برلماني طيب غير مسيس، بدون سياسة، بدون ألوان فلسطينية، موافق مع المشتركة. أنا أقول ذلك ربما مفاجأة سريعاً. مع المشتركة البعض تفضلي. من عائلة أبو القيعان يقولون إنه الاعتذار الإعلامي ليس واقعياً ولا يكفيهم. لا يكفي دم معلم، دم عزيز عليهم غير كافي، ولا الاعتذار يجب أن يوقف سياسة الهدم للبيوت لربما في بلدة أبو الحيران الغير معترف فيها بالنقب، أو ليس تقديم شيء على أرض الواقع. هذا غير الحديث اليوم. إذا هناك بناء مرخص أهلا وسهلا، إذا هناك بناء غير مرخص فالشرطة الإسرائيلية تكون هناك. إذا البناء غير مرخص في بلدة عربية أو غير مرخص في بلدة يهودية، هذا غير الموضوع. طيب أنا أنصح لك أن تشجع الجميع، الجماهير، فيما ذلك فئات إسرائيلية يهودية، وتقول بالاحتجاج واضح مبين للتغيير القرار. طيب لكن بدون سياسة، طيب بدون سياسة، بدون كما قلت آسف ألوان فلسطينية، بدون
أن نغير الأمور لكي نكسب طموحات وطنية. طيب سريعاً الحديث اليوم هو غير على بناء مرخص، الحديث اليوم هو على جريمة التي كانت، ومن ارتكب هذه الجريمة هو يدفع الثمن. تعليقك سريعاً سيد يعقوب. نحن على هذه الأرض منذ قيام دولة إسرائيل، ومن يعني من اللي سكننا في هذه المنطقة هي دولة إسرائيل، وبعد 50 سنة أجد دولة إسرائيل بدها يعني ترفع كل هاي القرية، قرية أم الحيران. نعم. نحن لا نبني يعني غير قانوني. هذا الموضوع تريد أن نفتح هذا لا وقت لدينا. رجل الأعمال يعقوب أبو القعن وقريب المرحوم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، والشكر موصول للمحلل السياسي الإسرائيلي جولان برهوم، والشكر أيضا لكم مشاهدين على حسن وطيب المتابعة. نلقاكم غدا في ملفات ومناظرات أخرى. إلى اللقاء.